السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي، حياكم الله جميعا. سالفتنا اليوم سالفة نسايم البدوية، وتقول نسايم بان حق الله بين المخاليج، اللي يسر الحال عقب العسيرة، يغليص قطعت شبدي والمعاليج، لاني بسبب بلواك عشتا كثيرة، يا حيف ذبلت روحي والبواهيج، اللي بوجهي تبان لبعب مسيرة، يوم لقيتك تحت حزم المساحيج، قلت نعمة الزين حماية الحميرة، ما قسى قلبي وعفتك للمعاريج، فريست لذياب ووحوش الجزيرة، وصرت لجل عيناك شمعة بطريج، ليا عال بيك الليل دربك تنيرة. ونسايم قالت هاي الأبيات في نهاية قصتنا، وقصتنا عن نسايم البنت البدوية الجميلة وذكية في نفس الوقت. ونسايم تعيش في بيت شعر هي وأخوها حمدان وأبوها وأمها. في يوم من الأيام أطلعت تحطب، وحمدان ساق الغنم وطلعت تحطب معاه. يوم أطلعت تحطب وهي تمشي، وحمدان أخوها تقريبا على مسافة منها قريب منها سارح بالغنم، سمعت صوت جاهل يبكي، صوت الجاهل على مسافة معينة. فقالت الحمدان تسمع اللي أسمعه؟ قالها إيه أسمع صوت جاهل، بس هذا يمكن حرمة أو كذا حوالينا قاعد تحطب أو شيء. أجلوا الموضوع، تركوه شوي، بعدين صوت الجاهل ما سكت. فراحت نسايم تمشي، وهي تمشي الحقها حمدان يدورون أو يتبعون هذا الصوت، لين ما جو على حزمة عاقول. وحزمة العاقول هي العاقول هو نوع من أنواع الشوك للي ما يعرف، وحاطين طفل بين حزمة هالعاقول هاي، ويحطون العاقول هذا مشان الدبيب او اي شيء او اي حيوان العاقول له شوك قوي فما يقدر يقترب من هذا الطفل. ففهموا انه هذا الطفل يعني محطوط، واللي حاطه تاركه يعني. قالوا ننتظر للمساء، نسايم وحمدان ننتظر للمساء، ربما يجي حدا له أو كذا لهذا الطفل يعني. وفعلا غابت الشمس وما أجا حدا، فقامت نسايم شالت الطفل وهي وحمدان وساقوا الدواب ورجعوا على البيت. يوم رجعت على البيت شايلته، شافتها أمها وأبوها، قالوا لها شنو هذا؟ قالت لهم جاهل لقيته جوا حزمة عاقول. قالوا لها نعم ما سويتي يا بنيتي، وهذا يعيش عندنا نربي، ونجوا أهله سألوا عليه تراه ما هو ضايع موجود عندنا. وهكذا لبين ما مرت الأيام يا جماعة، وصار يعني الطفل هذا سموه غليس، أطلقوا عليه اسم غليس، واسم غليس بين العرب معروف أخو النسايم والحمدان. ومعروف هذا الطفل انه ما هو ابن او اخو نسايم اللزم مثل ما يقولون، معروف هو الطفل اللي جه يعني. فمرت الايام وصار عمره 15 17 18 سنة، لين ما ابو نسايم وامها قالوا والله نريد نروح نحج على الحج. طبعا هذا المكان في العراق في الجزيرة. راحوا فعلا أبو نسايم وأم نسايم، قالوا بدنا نروح نحج على الحج. وتعرفون قبل أولي ولا زال يعني إنه الروح على الحج تطول، وربما الشخص ما يرجع أو كذا يعني، في لها ظروف هالحجة. فقال لهم حمدان أنا أروح أعينكم وأساعدكم بالطريق ومنه أحج يعني. قالوا روح إياك الله تروح معانا تحج، ما فيها شيء، تفضل. وراحوا فعلا. يوم راحوا أبو نسايم وأمها ومعاهم حمدان،
ظلت نسايم هي وأخوها غليص. طبعا أخواني هاي القصة أني أحكيها مشان البنات، أو مو بس البنات، في شباب أيضا يحملون نفس هاي يعني في بنات ذكاء وجمال وحظ عاثر أو حظ نيلة مثل ما يقولون. وأنا ملاحظ عن تجربة، وأيضا بالنسبة للشباب ذكاء وجمال والحظ عاثر. وربما أخواني أغلبكم أو أغلب البنات ملاحظات هذا الشيء، أنه يكون في ذكاء وجمال وحظ عاثر. يعني هيك صار عندنا قول رائع، الجمال والذكاء والحظ العاثر، تركيبة معقدة. المهم بيوم مطر، يعني بأيام صيف أو شتاء تمطر الدنيا مثل ما تعرفون مطر ثقيل، فبيت الشعر يصير بيه قدران فوق، يعني بين العمدان من فوق، للي ما يعرف قاعد أحكي هذا الشيء، يخزن المي لأنه بيت الشعر ما يخور مي يا جماعة. فقام غليص يشيل جايز ويرفع البيت مشان يكب المي على برات البيت، يعني ما يثقل ويرتم البيت أو كذا. فهو يرفع بالمي انسفح المي فوقه وتنقع وبرد، فجت نسايم فسخت هدومه ولفت عليه شرشف أو بطانية أو شيء على دور أولي، وشبت النار بهالليل وتقلطته على النار. يعني هسه عمره 17 سنة هي بهالحكي، المفروض عمرها 25 26 27 سنة، يعني لقته عمرها 10 سنين خلينا نقول، وهاي 27 سنة زاد ما تزوجت. المهم هي على علاقة بابن عمها واللي اسمه محمد، ولكن ما تزوجوا ولسه. لما جابته على النار وقعدته، وقعدت هي توزب النار تحط حطب على النار، وقاعدين بهالليل هيجذ، قام غليص ومد رجله باتجاه نسايم، يعني هيج تعرفون مد رجله بطريقة خبيثة على مكان معين عند نسايم ولمسها. بعدت شوي ما لاحظت، ما حطت على بالها. مرة ثانية أيضا مد رجله أو إيده ولمسها، وطبعا معروفة اللمسة الأخوية من اللمسة غير الأخوية، فاحترفت عليه نسايم وقالت له شبيك يا بعد خيتك، شبيك يعني ش سالفتك شنو قصتك، يعني إذا بردان تقلط على النار أو كذا، يعني شكت بالأمر هي. قالها لا والله ما مو قضية أنه بردان أو شيء، بس والله الشيطان دخل براسي. قالت له إيه، قالت له والله دخل براسي وأريدك أرغب بيك. يعني قامت هي من عفتها مباشرة شالت الدلة العلها على النار وضربته بالدلة، اتفاجأت ضربته بالدلة فشخته من عند قصته وانسفحت دلة الهواء عليه وطردته برات برات بيت الشعر، تعرفون يعني فاجأها فطردته برا البيت. يلا ما تنام معاي كذا، انت مو اخ، انت مو كذا، وراح. اليوم الثاني وهو سارح بالغنم غليص، جاء محمد، محمد اللي يريد نسايم، دحق على محمد هيشذ قال له شبيك كأنه مفشوخ من عند قصتك أو خشمك أو. قال له والله البارح واني أمشي بالبيت بالليل، قاعد أعد بالبيت وأوني للبيت وعثرت وجيت عدلة وانفشخت. قال له عثرت بالليل وجيت ومدري شنو. قال له سولف لي، سولف لي غير هالسالفة هاي، شنو عثرت وجيت عدلة يعني روح شذب على واحد غيري، شنو قصتك، شنو سالفتك، احكي له الصحيح. طبعا محمد على نيته يا جماعة، ما يعرف شنو السالفة، يعني هو ما التغى بنسايم وقالت له لا لا.
بس ما عجبت الرواية يعني، ولا عثرت بالليل وجيت أدلة جيت وكذا. المهم قال والله أقول لك يعني، بس والله خايف يعني أقول لك وما تصدقني وكذا. قال له قول يا ابن الحلال شنو؟ قال والله أنا البارح بالليل، بس يظل هذا الكلام بيني وبينك أرجوك يعني. قال له سولف يا أخي، شبيك سولف، قول لي شنو القصة. قال له والله واني بالليل جيت، تأخرت بالليل تاجيت على البيت، وإذ بنسايم مع الراعي، وجيت يوم كاونتها، وتعرف أني أخ وفار دمي عليها، وكاونتها وشالت الدلة وضربتني بالدلة، شايف اني فزعت وفار علي دمي وكذا، وشفتهم سووا. قالوا لا تقول. قالوا ايه والله، هذا طبعا محمد خطيب نسايم اللي يريدها، يعني حط مثل ما يقول اسفين، دق اسفين بالعلاقة بين محمد ونسايم. سكت محمد، اتفاجأ ولا راح على نسايم ولا قال لها ولا استفهم او شيء، نعم خلاص يعني الزلمة طابت نفسه من نسايم نهائيا. وهذا وحدة من 100 موقف راح يصير في الحظ العاثر تبع نسايم. المهم يا جماعة، رجعوا حمدان وأمه وأبوه من الحج، ويهلا وكذا، والحجاج وتلقوا الحجاج وتعرفون، ومضغت الأمور مشت. وعلمكم إخواني، اللي يجي من الحج تيجي الناس تسلم عليه، العرب كلياتها جت سلمت على أبو نسايم وأم نسايم وحمدان، ولكن حمدان متفقد شخص ما جاء، يعني ما جاء سلم عليهم. فقال لأبوه أنه أشو محمد ابن عمنا ما جاء سلم علينا. قال له إيه والله ما جاء، يجوز أنه مشغول أو كذا أو عليه شيء. قال لا لا، ما ألا ما أروح وأشوف شني سالفته. طبعا محمد هو اللي يحب نسايم، وفعلا وصل علي على بيته، السلام عليكم السلام. قال له محمد انت لازم تجينا تسلم علينا، وانا تفقدتك وما جيت انت، واني جيت اشوف شني صاير عليك شيء او كذا، واستغربت انك ما جيت يعني. قال له والله ماني يعني مريض وتعبان وكذا وما بشي. قال له لا لا لا، سولف لي الا بشي، الا بشي مزعلك منه يعني، بغيبتنا الا ما صار شيء وزعلك منه. قال له والله يا ابن عمي، يعني بعد تعرفون محادثة طويلة، قال له والله اللي صار انه الراعي ونسايم اختك بالليل ودخل عليهم غليص، وقامت نسايم فوق الفوق يعني، وضربت غليص وفشخته. والدليل؟ قال له الدليل الفشخ الموجود بقصة غليص. هذا حمدان تعرفون طار عقله وراح البيت. كانت بهذا الوقت نسايم مو موجودة بالبيت. ركض حمدان على السيف وشال السيف، تلقى أبوه غضبه وقال وين رايح، يعني شايف ابنه حمدان شال السيف وهاد على. قال والله ألا أذبحها، ألا أسوي بيها، ألا كذا، هل فضحتنا وشرت عرضنا، وتعرفون الكلام اللي يصير بهالخصوص. قال أبوه، قال له لا، ما طالما هيجد طبعا رواله السالفة، قال له هيجد وهيجد وهيجد السالفة الأبو نسايم. قال له إيه وتذبحها ويلحقنا العار، تهدي ابنه يعني يلحقنا العار وما يظل حدا وما يسولف بينا. لا ما تذبحها بهاي الطريقة، تأخذها باكر تسير انت وياها على خوالك، على اساس انه رايحين على خوالكم، وبالطريق تذبحها وتقول اكلنها الوحوش وتجي، وهيش نخلص من موضوع العار وكلام الناس. وفعلا يوم جت نسايم طبيعي ما في شيء، قال لها باشر طبعا أخوها حمدان، قال لها باشر يا نسايم أنا وياك إن شاء الله نسير على خواننا. طبعا هي دق عندها ناقوس الخطر يعني، شكت بالأمر، قالت يلا على خواننا على خواننا. طبعا توكلت على الله،
يعني حست انه في شيء بس خلاص يعني طلعت. يعني هي البريء دائما ما يسأل ما يتقص ما خلاص توكل على الله، يضع امره في يد الله عز وجل. وفعلا راحوا وطلعوا، يوم مشوا ابعدوا بعيد يعني، بنص الطريق قالها يا نسايم احنا اليوم نمرح هنا وباشر ان شاء الله من الصبح نكمل طريقنا على خواننا. قالت له خير ان شاء الله. نزلوا طبعا راكبين ذلول او شيء، نزلوا وفرشوا وناموا. طبعا هنا حمدان مو نايم، يوم شاف نسايم نامت طبعا يفكر هنا، وخلينا نقول مثل الشاك او انه نسايم ممكن تكون اخته يعني ما اعطى قلبه. يشيل الخنجر، سحب الخنجر، يوم يروح على نسايم تا يطعنها يقتلها يتردد ويرد يرجع وهكذا يعني، مرة مرتين ثلاثة ما اعطى قلبه انه يقتل اخته. وهنا يعني ايش سوى؟ اركب هالذلول، قال اني ذبح ما راح اذبحها، اتركها هين واكيد هالوحوش تجي وتاكلها يعني، واقول لاهلي انه اني ذبحته. وفعلا اركب ومشى. يوم قعدت الفجر نسايم ولا حمدان ولا شيء، السماء والطارق ما في حدا. هنا نسايم مثل ما قلنا فهمت انه حمدان راد يقتلها وما قدر يقتلها، والوشاية جت من غريص يعني قلب الموضوع، فهمت هذا الامر، تعرف حظها العاثر. المهم رجع على اهلها، ما تقدر ترجع. وياهو موقف صعب يا جماعة، موقف نسايم بهاي اللحظات، أو خليني أنطيكم سيناريست مختلف لما حدث بين نسايم وأخوها حمدان اللي بده يذبحها. يوم جو، خلونا نتصور تصور فقط، سيناريست عذوبة أو سيناريست صعوبة، صعوبة وعذوبة. تضحك من هجرك فؤادي مكدر، هاي عارف اتذكرت قصيدة واخذوا هاي قصيدة اخواني. تضحك من هجرك فؤادي مكدر، والدار احزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر مع ضميري ودمر محسوب صبري ومالي عنك توبة، حاولت نسيانك ولكن تعذر علي نسيانك بنفس مغلوبة، ما انت الوحيد اللي بحسنك مصور مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، وتلعب بإحساسي وليتك تذكر أني بشر وإحساس ما يلعبوبة، وصديت عني شامة والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة أو عقوبة. بدها قصيدة، احنا بقصة بدوية يا جماعة. المهم الشعور نسائم بهاي اللحظة انه هي اكيد تعرف انه اخوها بده يقتلها، تخيلوا معاي هذا الموقف السيناريو الاخر، فيمكن سوت حالها نائمة، شوفوا يعني سوت حالها نائمة مشان تخلص او تخلص من هالحياة العاثرة او الحظ العاثر اللي صاير معاها. وشنو يعني مسوي حالها نائمة بالليل واخوها تعرف انه مو نايم، ويوم قام بالليل وهي تنتظر الطعنات وما تحركت مسوي حالها نايمة. يعني الهين الإنسان البريء ممكن يروح لهاي المسافات يا جماعة. إحساس بصراحة أني أوقف عند هاي اللحظات كثير، وحاولت أشرح مشاعري أني اتجاه هاي البنت نسايم وشلون كانت أكيد مو نايمة، تعرف حالها أنه الموت راح يكون حليفها بهاي الليلة، فمسوي حالها نايمة ويجي حمدان يريد يطعنها وما يقدر. فالهين هي براءتها وثقتها بنفسها وصلتها. خلينا نشوف يوم قعدت الفجر وشوت شو بدها تسوي، ما لقت طبعا حمدان مو موجود أخوها، شوت قامت تمشي بهالصحراء مثل ما يقولون بهالبر، ولا فرقة خيالة وعلى رأسهم فارس شجاع اسمه محمد.
أيضا زاد اسمه محمد. وقفوا: يا السلام عليكم يا أختنا، شافوا بني بهالبر يعني، شو تسوين تمشين هين انت لحالك؟ ايش جابش وداش كذا؟ انت خايفة؟ قالت لهم: والله أني سالفتي ما حكيت لهم شي. شنو القصة؟ قالت لهم: أهلي انغزينا البارح بالليل، والغزاوة اقتلوا اللي اقتلوا، وانهبوا اللي انهبوا، واختفوا النسوان، واختفوا الجهال، واختفوا، وما ظل حدا من عربنا نهائيا، وانا والله ركضت بهالبراري اركض على وجهي. قالوا له: خلاص يا حياك الله. وما عاد اذكر، قالت لهم: ما عاد اذكر اني عربي وين او كذا، يعني من الصدمة على اساس انها ما عاد تذكر. قالوا لها: هلا بيك يا اختنا، وحدر هذا محمد من الفرس واركبها على الفرس تبعه، ومشوا باتجاه عربهم. يوم جو على عربهم وقال لابوه هذا محمد، قال له: والله هاي ابنية هيشذ وهيشذ وهيش السالفتها، لقيناها بهالبر. قال: نعم ما سويت يا ولادي، وهاي ابنيتنا وتعيش معانا، واللي يجرى علينا يجرى عليها. بعد فترة يا جماعة، طبعا عشق نسايم محمد حبها، فقال لابو: والله يا بأني أريد نسايم. قال له: والله إذا تريد نسايم بدنا نشوف نسايم نقولها. إن قالت إيه خير، ما قالت إيه ترى ما لك شي عند نسايم. وفعلا جاء عليها على نسايم، قال لها: يا بنيتي محمد يريدك وطالبك على سنة الله ورسوله، وترى محمد ما قصر معاك وسوى هذاك الموقف، لكن انت اذا ما تريدين قولي لي، بغض النظر عن كل شيء سواه محمد معاك، اذا ما تريدين لا تحرجين يا بنيتي ولا تحسسين ابدا. قالت له: والله الساعة المباركة. يعني وافقت وتزوجها محمد. بعد ما تزوجها محمد مضت فترة مثل ما تقولون طويلة، وصار لها من محمد ولدين، صار النسايم ولدين من محمد. يوم صاروا هذول الولدين صارت تقولهم: قولوا لأبوكم محمد أريد على خواننا. يعني هي قالت: أنا فطنت على أهلي، اتذكرت أهلي منو، ونروح بلشي نلقاهم بلشي كذا. قال لها محمد: ما في مشكلة، الساعة المباركة، تريد تروحين روحي، باكر أخذك وأوديك بلشي نلقى أهلك. قالت: خير إن شاء الله. جاهم خبر بهذا الليل، بنفس الليل هذا، على أساس متهيرين محمد ونسايم باشر يروحون على خوال الولد، أنه في غزو بكرة للعرب، ومحمد مثل ما قلنا قائد، ووقت الغزو محمد ما لازم يكون بعيد عن العرب، لازم يكون موجود، فما يريد يكسر كلام نسايم، أنه يبدو أنه هو يوعدها من زمان أنه ياخذها وياخذها، وما حد تتحمل التأجيل الأمور. فقال المنو، قال أخوه: تأخذ نسايم والولاد وتوديهم على خوالهم. قال له: خير إن شاء الله، وآني هنا خاف يجي الغزو تنصدها الغزو يعني. وفعلا يوم راحوا نسايم وأخو محمد ومروا على بير بنص الطريق، هنا من حظ نسايم العاثر زاغت عين أخو محمد عليها، يعني حطها براسه، أو كان حطها براسه من زمان لكن ما يتحين الفرصة. قام قالها: والله يا نسايم أنت حلوة وجميلة. قالت له: إيه. قالها: والله الشيطان دخل بيناتنا وأني أريدك، أرغب بيك يعني. قالت له: طبعا تعرفون كلام تخسوا ما تخسوا، أنت أخو زوجي وما يصير من هالكلام هذا. المهم هنا اتفاقمت الأمور أكثر، يعني ما عنده الزلمة مثل ما تقولون حوارم. فرادها راد يغتصبها يعني، ما جت بيده، عفت يعني عفيفة ما انطت حالها. فقام شال واحد من الولاد،
تعرفون بهاي الحالة النفسية لما يفقد عقله ويبلش شال واحد من الولاد وحطه فوق البير، هم واقفين على بير ما رد مي. قال هذا نسائم يا أما أخذ الأريد يا أما زت هذا الولاد ابنك. قالت له والله ما أعطيك نفسي دولك، ما تسوي تسوي ولا تزت، ما تقدر أصلا زت الولاد. هيك الحاسبة أنه ما يزت ابن أخوه مو معقولة يعني. فقام وزت الولاد الأول، قامت هي ما انطت نفسها. طبعا تصير يا جماعة بهالموقف مجاذبة، يروح عليها ويجي جد. قربت الولادة الثاني قال لها يا أما أزدت الولادة الثاني، هاش قلتي لا تخسرين الولادة الثاني كذا. ركبت الفرس هي أو الذلول المركوب اللي كانوا راكبينه وقالت له مالك شي عندي ولا زدت الولاد. المهم شال الولاد وزدت الولادة الثاني بالبير. شوفوا العمل يا جماعة، زدتوا طفلين بالبير. المهم مشت نسايم، طبعا هم هي الوقت ليل يا جماعة هنا، فمشت نسايم انهزمت هربت ويدور لها يدور لها بهالليل، يريد 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 إلى ما أصبحت الدنيا ولا نسايم ولا شيء، ما لقى لها أثر نهائيا. حاول يلقيها بشتى الوسائل ما لقاها، هربت نهزمت هي. قام هذا سعيد شي يسوي، يوم دور على نسايم وما لقاها وزت الولاد بالبير، ما عاد يقدر يرجع على العرب. شي يقول لمحمد اخوه، طبعا هذا فتكم بالحشي اسمه سعيد، هذا اخو محمد اللي على اساس يودي نسايم وولدها على خوالهم. يوم رجع على العرب على محمد قال له ها بشر وصلتهم على خوالهم. قال له يا معود شو وصلتهم؟ لا وصلتهم ولا شيء. قال له شلون؟ قال والله جينا يوم وقعدت الصبح ولا نسايم ولا ولادها، شالت ولادها ونهزمت. شلون نهزمت؟ قال له والله نهزمت، شالت الولاد ونهزمت مني، قعدت الصبح ما لقيتها. لا تقول؟ قال له اي والله. ما شي يريد يسوي محمد، ما يعرف وين، على اساس انه شالت ولادها ونهزمت. هنا نرجع النسايم، وين راحت نسايم؟ يوم مشت تمشي جت لقيت رعيان، مرت على هالرعيان ملثمة وكذا، قالت عندي هل ذهبها، عندها ذهبها يعني شايلة ذهبها يعني. قالت أريد الواحد من الرعيان، قالت له أريد منك ذبيحة. جت على واحد من هذول الرعيان قالت له أريد منك ذبيحة، قالها ابشري. قالت له إلي عندك؟ أنا طبعا داخل عليك دخالة. قالها تفضلي ابشري اللي تريدين، والحلال كله إذا تريدينه ما يغلى عليك. قالت له لا أريد تقص لي من جديلتك. قالها ابشري، وقصلها فعلا واحدة من جدايله، وأخذت الذبيحة ومشت راكب ذلول أول مركوب. أذبحت الذبيحة يوم أقبلت على عرب. وطبعا قالت للراعي أخذت لباس أيضا منه، لباس رجل، ما سألها الراعي إنه شنو التفاصيل أو كذا أو شيء. جت هاي ذبحت الذبيحة وشبت النار وشالت من الشحم الذبيحة وقامت تدهن وجهها، تسوي لحالها خلينا نقول مكياج يعني، تسوي لحالها مكياج ولبست لباس زلمة وحطت علقت هاي جديلة زلمة مبينة يا جماعة، أول جديلة زلمة مبينة من جديلة المرأة، أول يربون جدايل. ولا زالت هنا عند البدو بعض الأشخاص يربون جدايل. المهم حطت هاي الجديلة ولبست لباس كأنها رجل تماما، ودهنت وجهها وحطت عليه مثل الغبرة وتراب وكذا ومن السماد. المهم رتبت أمورها وجت على هالعرب، فاتت على هالعرب يعني الدنيا مساء تعليلة، سلام وعليكم السلام. تعرفون أولي ما بي ضوء، ما بي ضوء، خلاص الواحد يا الله هيك تشوف خياله يعني، القنديل. خشنت صوتها وقعدت مع الزلم وتسولفون وكذا، وتعرفون الضيف ما يسألونه أولي. يوم فضت هاي التعليلة
نسايم قالت للشيخ والله أني اليوم بيات عندك. قال لها حياك الله يا ضيف الحمان مثل ما تقولون، على أساس أنه زلمة. المهم نامت، يوم أصبحت الدنيا قام جل الشيخ المعزب وقام يسولف معاها. هنا مرت الشيخ، الشيخ لسه ما حس انه هاي بنت او مرة حرمة يعني، بس المرة تعرف المرة يا جماعة، تباوعت عليها. ويوم راح الشيخ لوحت عليها، جت عليها قالت لها انت حرمة، أنا عرفتش من تصرفاتك وكذا وتخشنين صوتك وكذا. المهم قالت لها شيني سالفتش، ليش مسوي حالك زلمة وحاطلت الجدولة وكذا. قالت لها والله سالفتي طويلة، هيج وهيج سالفتي، وأني جاية مثل ما تقولين داخل عليكم، ومن كثر ما صارت معاي مواقف يعني سويت حالي زلمة، ما عاد أريد الأنوثة هاي، ما عاد أريدها. قالت لها حياك الله وانتي حرمة معانا بهالهاي، وما حد يمرك ولا حد يدحمك. قالت لها خير ان شاء الله. بنفس النهار جو اثنين مختلفين على الشيخ، مختلفين على ابن الناقة، الحوار كل واحد يقول هذا الحوار ابن ناقتي، مختلفين اثنين. قام الشيخ قال نحط الحوار تفصل بيناتهم، هو شرع كأنه او عارفة تفصل بيناتهم، تعرفون اي هو الحوار لأي ناقة. حطوا قال لهم نحط الحوار، والناقة اللي تجي وتمرح الحوار هذا معناته ابنها، مبين من مرحت عنده خلاص مبين انه هذا ابنها. قالوا خير ان شاء الله. حطوا الحوار وطلقوا اول ناقة، جت الناقة عليه شذان وامرحت عنده، شالوها على جنب واطلقوا الناقة الثانية ايضا كذلك الامر امرحت عنده، ما دي يعرفون اختلطت عليهم الامور، خرماء ابن الناقتين. قامت هي زاد سوت لبسة لباس الزلم وطلعت على الشيخ. طبعا هنا الشيخ قالت له حرمته، قالت له انه هاي حرمة وكذا، بس مسوي حالها هي كذا عندها ظروفها وكذا، الشيخ يعرف انه هاي حرمة. ها قالت اني افصل لكم واعرفكم ايها الحوار ابن اي ناقة. قالها الشيخ تفضل يا طويل العمر مثل ما تقولون. قالت نحفر حفرة نحط بنقرة الحوار، والأم تجي بدها تطالعوا تحاول تطالعوا، فأجزت حالها بالنقرة، النقرة هي غميجة بس إنه إيش معلق الحوار ما يقدر يطلع. حفروا النقرة فعلا واطلقوا الناقة الأولى، جت الناقة الأولى دارت حوار النقرة، دارت حوار النقرة ومشت. أطلقوا الناقة الثانية دارت حوار النقرة وزتت حالها، وقامت تريد تطالع ابنها. قالوا خلاص هذا ابنها، زين هذا الرجال شو اسمه منو كذا وملطم، ليش ملطم ما عرفنا منو، هذا ذكي ذكي، هذا ذكي يريد تعرف عليه شلون فصل بهالقضية هاي يعني، وريد يفصل بقضايا ثانية. قال لهم الشيخ والله هذا رجال من عربنا وما يعني ما عرف عليه. قالوا معناته نسميه مفرق الحوار، الاسم مفرق الحوار، اطلقوا عليه هذا الاسم. وراحت بين العربان، طشت بين العربان بشخص عارفه اسمه ضيف عند الشيخ الفلاني اسمه مفرق الحوار، وفصل بالقضيه الفلانيه بهاي الطريقه، صارت شهره. اجوا ناس كثير يريدون من الشيخ انه يقولوا له نريد مفرق الحوار او فراق الحوار، نريد يفصل بقضيتنا. هذا الشيخ يعرف انه هاي حرمة، شلون بده يقولهم هاي حرمة كذا. المهم استشارها واستشار حرمته، قال له خلاص انت بس تجيك طلبة نموه نسايم، نموها نسويها مثل زلمة ونلبسها لباس زلمة وخنجر وكذا وهاي، وتطلع هي تفصل ولا يهمك، لا تشيل هم هذا الموضوع،
قال خير إن شاء الله. شنو اللي صار يا جماعة؟ هنا الدنيا مثل ما يقولون صغيرة. هنا أخو نسائم حمدان وهو ماشي شاف إباعر، إباعر موسمات بغير عربهم، إباعر موسمات بنفس وسم إباعرهم. أول كل إباعر يسمونها وسم يعني تابعة لها العربة الفلانية. شاف إباعر، بس هي إباعر منه؟ إباعر نسائم. نسائم يوم تزوجها محمد أخذت قالت له مهري 10 من الإباعر، وتوسم هاي الإباعر وسمتها بنفس وسم عربها أولي، يعني نفس الوسم. هنا حمدان يوم جاء على العرب هاي، قبل العرب مكان مو سارحين الرعيان، شاف هالباعر هاي وساقها 10-15 بعير أو ناقة وساقها موسمات، قال هذا من لنا. وأولي طبعا مو غزو وكذا وهيكذ، شاف ساقها ومشى خلاص هذا من لنا. يوم جاء محمد زوج نسايم وشاف حمدان أخذ الباعر، وقف له خطم له، قال له وين كذا تايتكاونون تايتذابحون كذا، قال له هذا كل واحد يقول هذا ان انياقنا، وهذا يقول لا انياقنا هذا ان موسمات الدليل الوسم. محمد تذكر انه نسائم موسمة الباعر بوسم مو فعلا حمدان على حق يعني على الوسم اولي، خلاص بس الوسم مختلف، قال له هاي باعركم مو موسمة بنفس الوسم. وفعلا أخذ الباعر، ردوا واختلفوا وراحوا على العرب، هذن لي هذن لك، قالوا يا جماعة لا تكاونوا شوفوا اللي صار يا جماعة، برجال ضيف عند الشيخ الفلاني ويسمونه مفرق الحوار، وهذا إذا جبناه حتما راح يفصل بهاي القضية سواء هذن لكم أو لنا. قالوا يا بالله روح عليه، ويروح محمد زوج نسايم وحمدان أخوها زوجها وأخوها، راحوا يفصلون وين؟ عند نسايم انفرق الحوار. يوم جو قعدوا وشافتهم نسايم، هم ما يعرفونها، هي زلمة ومكي جو مسوية وجديلة وخنجر ورجال، قعدوا على الشرع. شقالت نسايم؟ قالت هذا اليوم يومي، شافت زوجها وأخوها. قالت الحمدان يا حمدان؟ قال نعم. قالت له طبعا هو على أساس رجل، قالت له في عندك أخ اسمه غليص، وغليص مفشوخ بقصته، صحيح ولا مو صحيح؟ قال حمدان إيه والله صحيح. شلون عرفت؟ قالت له مالك شلون عرفت، أنا حاكم على الجن، حاكم على الجن، حاكم على الجن. احترفت وين؟ على محمد زوجها القديم. قالت له يا محمد في عندك أخ اسمه سعيد، صحيح ولا مو صحيح؟ قال اي بالله صحيح. شلون عرفت؟ قالت أنا حاكم على الجن. قالها اي. قالت ما تصير الطلبة، ما افصل بالطلبة الا يجون هذول الشخصين، بدها تجيب سعيد اللي زت ولادها بالبير، وبدها تجيب غليص اللي تهمها هذيك التهمة الباطلة. قالوا ما تفصل يا شيخنا الا نجيبهم. فعلا راحوا وجابوهم. يوم جو سعيد وغليص ومحمد زوجها وحمدان اخوها، جو قعدوا غليص وسعيد. يوم قعدوا على الحكم ونسائم اللي تحكم بيناتهم، قالت يا غليص، قالها قالت له أختك اللي شالتك من البر وربتك، ويوم راحوا أهلك على الحج جيت تبغى الفاينة منها، ويوم رفضت وضربتك بالدلة رحت واتهمتها هذيك التهمة، صحيح ولا لا؟ قالها ها لا مو صحيح. قالت لا الجن يزعل، ها
تراني يا جماعة حاكم على الجن وهالحز أزحز يذبحونك بمكانك اعترف. قال ها، قالوا شلون تعرف هاي؟ معناته صحيح. قال أغلس اي بالله صحيح. قام حمدان سحب السيف وضرب راس أغلس، عرف الحقيقة. احترفت وين؟ على سعيد. قالت يا سعيد في عندك أخ اسمه محمد وأخذت زوجته تتوديه هي وعيالها على خوالهم، ويوم قلطته على مارد المية البير اش سويت؟ زتيت عيالها بالبير وتريد منها الفاينة وعفت عنك، صحيح ولا لا؟ قالها قالت له الجن يزعل هسا يذبحونك بمكانك اعترف. واعترف سعيد. شوفوا يا جماعة نهاية الصبر شلون الله سبحانه وتعالى كافأ نسائم، وغالبا ما تكون المكافأة كبيرة يعني شلون إلى يوم تشخص فيه الأبصار. المهم قام محمد شال السيف واضرب راس سعيد أخوه. قامت هنا سوت نسائم، شالت الثام عن وجهها كانت ملثمة أو ملطمة، وكشفت حالها قدام منه قدام زوجها أنه هي تخيلوا موقف محمد بهاي اللحظات يا جماعة وموقفها هي. نسايم انفرق الحوار نسايم. وقبل هي شذ قالت لما انكشفت الحقيقة وأظهرت نفسها قالت القصيدة اللي قلناها بالبداية، بان حق الله بين المخاليج اللي يسر الحال عقب العسيرة، يغليص قطعت شبدي والمعاليج، لني بسبب بلواك عشت العسيرة، يا حيف ذبلت روحي والبواهيج، اللي بوجهي تبان لبعد مسيرة، يوم لقيتك تحت حزم المساحيج، قلت نعمة الزين حماية الحميرة، ما قسى قلبي وعفتك للمعاريج، فريسة الذياب ووحوش الجزيرة، وصرت لجل عيناك شمعة بطريج، ليعال بيك الليل دربك تنيرة. وهذه سالفتنا اليوم، وإن شاء الله نالت أو حظيت على رضاكم واستحسانكم. وبما أنه وصلتوا لهين أخواني وخواتي، عجب 4000 مشاهدة و60 لايك، الله يرحم والديكم. ومن بين هال4000 في 3500 شخص شايفين القصة كاملة، يعني يظهر عندي أني أنه شايفين القصة كاملة. عجب ما في لايك يا جماعة، الله يرحم والديكم. اللايك اللايك، واللي مو مشترك يشترك. إذا طبعا وصلتوا لهين لا شك أنه القصة عجبتكم، الله يرحم والديكم ويوفقكم يا رب في شتى مناهي الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.